بالنسبة لأسئلة الاختيارات، السؤال الأول: following the administration of a drug repetitively as an intravenous bolus dose, to a healthy subject the peak and the trough steady state plasma concentrations are influenced by. البيك اللي هو السي اس اس ماكس والتروف بيتأثروا بيه الدوز، بيتأثروا أول حاجة بالجرعة as well as the dosing interval time interval tau. ده الشق الأول من السؤال، وبعد كده بيقول الديفرنس ما بينهم، الديفرنس بتوين البيك والتروف steady state plasma concentrations however is influenced only by، يتأثر فقط بالجرعة. السؤال ده صح ولا غلط؟ فالسؤال ده فيه جزئين. الشق الأول من السؤال بيقول CSS max و CSS minimum أو البيك والترف steady state plasma concentrations يتأثروا بالدوز، يتأثروا بالتايم انترفال تاعه. هل ده صح ولا غلط؟ فلو كتبنا القانون بتاع كل واحد لما نديه multiple IV bolus، ف CSS max بيساوي C0، و C0 دي ممكن نشيلها ونخليها الدوز على ال VD في المقام واحد ناقص ال U سالب ال K في التايم انترفال تاعه. فهلان السي اس اس ماكس بيتأثر بالدوز علاقة طردية مباشرة، وبيتأثر بالتايم انترفال علاقة شبه عكسية، يعني لو التايم انترفال زاد فالسي اس اس ماكس بيقل بس مش بنفس النسبة. فهنا يبقى الإجابة صح بالنسبة للسي اس اس ماكس، ونفس الكلام هنلاقيه صح بالنسبة للسي اس اس مينيموم اللي هو بيساوي السي زيرو اللي هي عبارة عن دوز على الفي دي برضو واحد ناقص اليو سالب الكي في التايم انترفال تاو، وهنا ضرب اليو سالب الكي في التايم انترفال تاو. فهلاقيه برضو ان هو بيتأثر بالجرعة وبيتأثر بالتايم انترفال تاو علاقات شبه عكسية. فالشق الأول من السؤال صح، البيك والترف influenced by dose administered with dosing interval. الشق الثاني من السؤال the difference between البيك والترف however is influenced only by the dose administered. الفرق ما بين البيك والترف أو الفرق ما بين السي اس اس ماكس ناقص السي اس اس مينيموم بيقول إن هو بيتأثر فقط بالجرعة. نطرحهم كده ونشوف الكلام ده صح ولا لأ. ال CSS max لما اطرحها من ال CSS minimum ناتج الطرح هيكون ايه؟ طبعا مش هبقى عارف ناتج الطرح على طول، ولكن ممكن افك ال CSS minimum من القانون بتاعها، يعني اكتب ال CSS max زي ما هي، ده نزل زي ما هو، ناقص ال CSS minimum هكتبها ان هي بتساوي ال CSS max ضرب ال E اس سالب ال K في ال time interval tau. فلو اخدت ال CSS max عامل مشترك ضرب ما بين قوسين هيتبقى واحد ناقص ال E اس سالب ال K في التايم انترفال تاو. الكلام ده بيساوي كام برضو؟ فك كده السي اس اس ماكس، فمن قانون السي اس اس ماكس ان هي بتساوي السي زيرو على واحد ناقص الاي والسالب الكي في التايم انترفال تاو، هيتضرب في الموجود ما بين القوسين واحد ناقص الاي والسالب الكي في التايم انترفال تاو. هنلاقي المقام ده كله ممكن نطير مع الجزء اللي في البسط ده كله، فناتج الطرح هو سي زيرو. يبقى ناتج الطرح ما بين السي اس اس ماكس ناقص السي اس اس مينيموم بيساوي سي زيرو اللي هو التركيز الاولي بعد الجرعه الاولى. امال هو في السؤال بيقول ايه؟ بيقول ناتج الطرح ما بينهم الديفرنس بتوين البيك والترف بيتاثر فقط، ناتج الطرح ايا كان بيتاثر اونلي باي دوز ادمنسترد. ناتج الطرح هو سي زيرو، هل السي زيرو دي بتتاثر فقط بالدوز؟ فانا ممكن اقول ان السي زيرو بتساوي من المفروض بتاعها ان هي بتساوي الدوز على الفي دي، وده تقريبا الطريقه اللي هو حل بيها، فهي بتتاثر بالجرعه. لو الجرعه ضربت في 2 فالسي 0 بيتضرب في 2، لو الجرعه ضربت في 4 فالسي 0 بيتضرب في 4. يعني الاجابه المفروض تكون صح، is influenced only by dose. هل هي influenced كمان لان only دي معناها هل هو بيتاثر مثلا كمان بالتايم انترفال تاو؟ لا طبعا، يبقى ناتج الطرح لا يتاثر بالتايم انترفال. ولكن في الاجابات السؤال ده معمول، عرفنا ان الشق الاول المفروض يبقى صح، البيك والتراف بيتاثروا بالدوز والتايم انترفال دوز انترفال، والشق الثاني الفرق ما بينهم اللي هو السي زيرو بيتاثر فقط بالدوز يعني لا يتاثر بالتايم انترفال، فالمفروض الاجابه تكون صح. لكن في الكتاب هو حللها فولس، عامل الاجابه الصح هي فولس غلط، يعني الشق الثاني من السؤال ده غلط. فممكن يكون مقصوده ان هو قال ان هم الديفرنس ما بينهم يتاثر، وحط قبل انفلوينسد حط اونلي بالدوز. ممكن يكون يقصد ان هما كمان بيتاثروا بالفوليوم او ديستريبيوشن بتاع الدواء اللي انت شغال عليه، يعني لو انت شغال دوائين مختلفين فالفي دي هياثر في السي زيرو كمان، لو الفي دي عالي فالسي زيرو هتبقى قليله حتى لو الجرعه زي بعضها. فممكن يكون هو عاوز كمان ان هو بيتاثر بالفي دي، ولكن هو برضه ذكر following the administration of a drug، يعني هو بيتعامل مع دواء واحد intravenous to healthy patient في مريض واحد ما بينوعش عن المرض، فالمفروض الفوليوم او ديستريبيوشن يكون ثابت والسي زيرو لا يتاثر بيه لانه هيبقى ثابت لنفس الدواء في نفس المريض. فالفرق ما بينهم اللي هو السي زيرو المفروض يكون بيتاثر بالجرعه فقط، ولكن هو برضه قال ان هي فولس.
انا اعتقد المفروض الاجابه الصح تكون ترو، ولكن ممكن يكون وجهه نظره ان هو عاوز يقول ان هو بيتاثر كمان بالفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدواء في المريض، على اساس ان هو لو خد دواء تاني مثلا معاه حاجه اثرت في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. لكن وجهه نظري السؤال المفروض يكون ترو، ولكن هو عامل الاجابه الصح هي فولس. ممكن وجهه نظره تكون صح لانه ما قالش سيم دراج، ما قالش فولونج الادمنستريشن بتاع نفس الدواء في نفس المريض كل مره، يتاثر بس الفرق ما بينهم بالجرعه. ممكن يكون يقصد انا ممكن اغير الدواء بس ثبت برضه نفس الدوز، هل هتحصل على نفس الفرق؟ هل هتحصل على نفس السي زيرو؟ ممكن تكون هتختلف اعتمادا على الفوليوم او الديستريبيوشن بتاع الدواء اللي انت مستعمله. ادراج يعني الدواء هو مش معرفه مثلا. السؤال الثاني، which of the following is applicable following an intravenous administration of an identical dose of a drug؟ لو ادى identical dose من الدراج at a dosing interval equal to one half of the drug to a healthy subject، لو ادى جرعه من الدواء identical يعني جرعه مماثله، يعني ممكن يدي كذا جرعه بس اداها عند dose interval بيساوي كذا جرعه لنفس الدواء. مش عارف يعني ايه identical dose of a drug، هو غالبا هيديها لمريض واحد. At a dosing interval equal to one half life of the drug، هيديها عند dose interval، ال dose interval ده ممكن يتغير ولكن بيساوي تي هو بتاع الدواء اللي هو مستعمله. يبقى هو ممكن يستعمل كذا دواء في كذا مريض، هيستعمل جرعات زي بعض لكل دواء بس ال dose interval هيكون بيساوي تي هو بتاع اي دواء هيستعمل. ايه اللي ممكن يحصل؟ ودي الاختيارات اللي هو بيقول ممكن تحصل ولا لا. البيك steady state بلازما concentration will be twice the initial بلازما concentration for the first dose، ولا accumulation factor هيبقى باتنين، ولا fluctuation باتنين، ولا الديفرنس ما بين البيك والترف از ايكوال تو الادمنستريد دوز. واي الاختيارات هي اللي صح؟ ممكن يبقى فيه كذا اختيار صح. فلو بصينا الاختيار اختيار البيك ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن والاكيوميليشن، لان الاختيارين اول الاثنين دولت الاثنين زي بعض والاثنين هيبقوا صح. يعني هنبص على الاختيار الثاني اللي هو الاكيوميليشن هيبقى باثنين، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هو بيقول لو كان التايم انترفال بتاع الدواء اللي هو بيديه مالتيبل اي في بيساوي التي هاف فتره عمر النص بتاع الدواء، الاكيوميليشن فاكتور اللي هو الار هيبقى بيساوي كام؟ هو بيقول ان هو هيبقى بيساوي 2، الار هتساوي 2. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ فقانون الار ان هو بيساوي احد قوانينه 1 على 1 ناقص الاي والسالب الكي في التايم انترفال تاعه، يتاثر بالتايم انترفال اللي احنا بنديه طالما بندي نفس الدواء، لكن لو بندي ادويه مختلفه فيتاثر بالكي بتاع الادويه المختلفه. بس هو غالبا في السؤال يقصد ان احنا بندي نفس الدواء. اما كلمه ايدنتيكال دوز دي انا مش فاهم. فلو عوضنا عن التايم انترفال ده بيساوي تي هاف هتلاقي ان الار هتساوي 2 فعلا، ولو جربنا نعوض الار هتساوي 1 على 1 ناقص الاي اس سالب، الكي ديت هنشيلها ونحط 693 من الفا على التي هاف بتاع الدواء فتره عمره نص، والتاو بيساوي تي هاف فنحط هنا تي هاف. هتلاحظ ان تي هاف دهيت هتطير مع تي هاف دهيت عشان تقدر تعوض بقى في الاله الحاسبه، تقول ان الار هتساوي 1 على 1 ناقص الاي اس سالب 693 من الف، الناتج على الحاسبة هيطلع باتنين فعلا وليس له واحد. يبقى الاختيار التاني اللي هو الاكيوميليشن will be equal to 2، الاختيار ده هيبقى صح. هو بيدي identical dose انا مش فاهمها، بس dose interval equal to one half life بتاع الدواء في مريض واحد. الاختيار الاولاني، هل البيك steady state بلازما concentration اللي هو CSS max هيبقى twice، هيبقى ضعف ال initial بلازما concentration بعد الجرعة الاولى؟ فهو في الاختيار الاولاني بيقول هل CSS max هيبقى بيساوي twice يعني ضعف الانيشال بعد الجرعه الاولى اللي هو السي زيرو، هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ فمن الار اللي انا جبتها في الخطوه اللي فاتت انا قلت ان الار القانون الاهم بتاعها ان هو بيساوي 1 على 1 ناقص الاي والسالب الكي في التايم انترفال تايم، بس ليها كمان قانون ان ممكن نقول ان هي بتساوي التركيزات بعد الحقن الكبيره، الحقن الثامنه والتاسعه والعاشره اللي هي في وضع الثبات، على التركيزات بعد الحقنه الاولى عند نفس الزمن. يعني ممكن يبقى بيساوي السي اس اس ماكس على السي زيرو. فلو جيت هنا وقلت ان الار بيساوي السي اس اس ماكس على السي زيرو والناتج طلع فعلا باتنين لما التايم انترفال بيساوي تي هو، مش مهم الار دي هنا، يبقى السي اس اس ماكس على السي زيرو بيساوي 2، طرفين في وسطين، السي اس اس ماكس هتلاقي ان هي فعلا بتساوي توايس 2 ضرب السي زيرو، يبقى الاختيار الاولاني كمان صح. البيك ستيدي ستيت السي اس اس ماكس هيبقى توايس الانيشال. الاختيار الثالث، الفلكتويشن فاي ويل بي ايكوال تو 2. الفلكتويشن فاي هو النسبه ما بين السي اس اس ماكس على السي اس اس مينيمم اللي هو بيساوي برضو 1 على الاي اس سالب الكي في التايم انترفال تاو. لو عوضنا عن التايم انترفال بيساوي تي هاف هتلاقي ان الفلكتويشن هيطلع بيساوي 2. هنعوض ادي 1 على
ال A أس سالب ال K، هنشيل ال K ونحط 693 من ألفا على تي هاف، هنضرب في التاو تايم انترفال اللي هو برضو بيساوي تي هاف، فتي هاف دي هتطير مع تي هاف دي. بالآلة الحاسبة عوض بقى 1 على ال A أس سالب 693 من ألف، هتلاقي إن الناتج طلع 2، يبقى الإجابة فعلا بتساوي 2، يبقى الاختيار التالت برضو صح، الفلكتويشن هيبقى ب2. الاختيار الأخير بقى وده هيبقى غلط، ال difference between the peak والترف steady state concentrations is equal to the administered dose، ودي كنا جبناها في المسألة اللي قبل كده. ال difference اللي هو خارج الطرح ما بين ال CSS max ناقص ال CSS minimum، جبناها في السؤال اللي فات وقلنا استنتجناها ان ال CSS max ناقص ال CSS minimum بيساوي ال C0. CSS max ناقص ال CSS minimum بيساوي ال C0، لكن هو في السؤال بيقول ال difference ما بينهم is equal to the dose، مش influenced by dose زي السؤال اللي فات، لا ده بيساوي الدوز فعلا. هل هنا بيساوي الدوز ولا بيساوي السي زيرو؟ لا يساوي الجرعة، فالسؤال ده غلط. سي اس اس ماكس ناقص السي اس اس مينيمم لا يساوي الجرعة ولكن يساوي الانيشال كونسنتريشن بعد الجرعة الاولى. امال مين اللي خارج الطرح ما بينهم بيساوي الجرعة؟ لو ضربنا ناحية الشمال دي كلها في الفوليوم او ديستريبيوشن وناحية اليمين دي كلها في الفوليوم او ديستريبيوشن، عملية الضرب هتتوزع على عملية الطرح، هيضرب في ده وهيضرب في ده. لما يضرب السي اس اس ماكس في الفوليوم او ديستريبيوشن يكون حاجه اسمها ممكن نسميها دي اس اس ماكس، وهي الماكسيمم اماونت الموجوده في الجسم في وضع الثبات، ناقص سي اس اس مينيمم في الفي دي ممكن يكون حاجه اسمها دي اس اس مينيمم، المينيمم اماونت الموجوده في وضع الثبات بيساوي السي زيرو في الفي دي بيكون الدوز، الدوز او المينتيننس دوز يعني الجرعه اللي بتتكرر، ودي اس اس ماكس اقصى كميه في وضع الثبات او اللودنج دوز يعني. ممكن نقول ان الاماونت الماكس ناقص الاماونت المينيمم في وضع ثبات خارج الطرح بينهم بيساوي الدوز، ولكن ناتج الطرح بتاع فرق التركيزات ما بيساويش اماونت ولكن بيساوي تركيز، ما بيساويش دوز، بيساوي سي زيرو. يبقى السؤال بس الرابع ده هيبقى غلط، وبالتالي هنختار من الاختيارات الاختيار سي اللي هو 1 و2 و3 كلهم صح. السؤال اللي بعد كده، an identical average steady state plasma concentration value for a drug following the administration of an identical dose at an identical dosing interval. نفس الـ CSS average حصلت عليه لنفس الدواء، ويقولك في الآخر إنه في نفس المريض to a healthy subject لما ديت نفس الجرعات نفس الدوز وديت نفس الدوز interval، ولكن ديت الدواء ده by two different extravascular routes، يعني مثلا ديته عن طريق إقراص مثلا تابلت وإنتراماسكولار حقن عضل، أو إقراص وسبكيتونيس، أو إقراص وحاجة سبلينجوال أورال وسبلينجوال مثلا. لو حصلت على نفس الـ CSS average لما عملت الكلام ده، ده بيقترح عليك او بيقول لك ان الاكستنت بتاع درجة ابزوربشن، اكستنت بتاع درجة ابزوربشن اللي هي الابسوليوت باي افيلابيلتي او الفراكشن ابزوربد اللي هي اف كابيتال فروم ايتش روت من كل طريق استعملته از ايدنتيكال زي بعض وكومبليت. السؤال ده هيبقى غلط، هنبص ليه. لو انا عندي درج اديته عن طريق تو روتس اوف ادمنستريشن، تو اكسترا فاسكولار روت، روت اولاني وروت تاني والاثنين اكسترا فاسكولار، اديت نفس الجرعة وديت نفس التايم انترفال في نفس المريض نفس الدواء، حصلت على نفس السي اس اس افريج. نفس السي اس اس افريج هو قانون السي اس اس افريج ده كان بيساوي ايه؟ سي اس اس افريج المفروض ان هو بيساوي الاف اللي هي نسبة الامتصاص او الاكستنت اوف ابزوربشن او الفراكشن ابزوربد ضرب الجرعة على الكي بتاع الدواء ضرب الفي دي ضرب التايم انترفال. انت حصلت على نفس السي اس اس افريج وكنت مستعمل نفس الجرعه، يبقى ديت ذا سيم، وكنت مستعمل نفس الجرعه سيم دوز ونفس الدوز انترفال سيم تايم انترفال، نفس الدواء في نفس المريض يعني نفس الكي ونفس الفي دي، هل الاف ده هي هتكون مختلفه؟ لو الاف اختلفت السي اس اس افريج هيختلف لان كل حاجه تانية ثابته، يبقى لازم برضو الاف ده هي في الطريقين الطريق الاولاني والطريق الثاني الاف برضو ذا سيم. يبقى اللي انا استنتجه ان الاف بتاع الطريق الاولاني هي الاف بتاع الطريق الثاني، نفس الاكستنت اوف ابزوربشن او نفس الابسوليوت باي افيلابيلتي نفس نسبه الامتصاص، يعني لو نسبه الامتصاص هنا 50% فنسبه الامتصاص هنا 50%، لو النسبه هنا 3/10 النسبه هنا 3/10 نفس النسبه. بس هل النسبه شرط تبقى 100%؟ يعني هل الاف ده لازم يبقى 100%؟ مش لازم يبقى 100%، ممكن يبقى اي حاجه بس الاثنين زي بعض. فهو هنا قال ان الاكستنت بتاع درجة ابزوربشن اللي هو الاف لكل طريق هيبقى ايدنتيكال، الاجابه دي صح ولكن هيبقى كومبليت،
كومبليت ديت يقصد بيها ان الاف بتساوي 100%، هما بيساوي بعض بس ما بيساووش الاثنين 100%، ممكن يبقوا اي رقم. الاولاني يبقى 2 من 10 والتاني 2 من 10، الاولاني 1 من 10 التاني 1 من 10، 7 من 10 7 من 10، ولكن مش شرط يبقوا 100%، ممكن يبقوا 100% فعلا بس مش شرط. فالاجابه هتبقى فولس بسبب كلمه كومبليت الموجوده ديت. السؤال الرابع: accumulation of drug in the body is one of the salient features associated with administration the administration of drugs by multiple dosing. يعني التراكم بتاع الدواء ان هو كميته عماله تزيد بعد كل جرعه عن الجرعه اللي قبلها، ده من الصفات المميزه او الظاهره لما بتدي الدواء multiple dosing. الجمله دي صح، بيحصل فيه تراكم لكميه الدواء في الجسم. For a given drug لنفس الدواء the magnitude of drug accumulation depends on ال R بتعتمد على الدوز انترفال، والجزء ده هيبقى صح، ولكن وكمان قايل ان هي تعتمد على السايز بتاع الدوز يعني قيمه الجرعه، والجزء ده هيبقى غلط، يبقى السؤال هيبقى فولس، لان زي ما قلنا من قوانين الار فالار بتعتمد على التايم انترفال انت بتدي الدواء كل قد ايه، مفيش في القانون بتاعها الجرعه، الجرعه غير موجوده، بتعتمد على الكي بتاع الدواء اللي انت شغال عليه، وانت لو شغال على نفس الدراج زي ما هو قايل فهي بتعتمد بس على الدوز انترفال. فهو قايل في السؤال بتعتمد على الدوز انترفال صح، السايز بتاع الدوز غلط، يبقى السؤال هيبقى كله غلط. سؤال 5: which of the following is observed following repetitive administration of an identical dose. لو هيدي نفس الجرعة repetitively لدواء at identical dosing interval نفس التايم انترفال ولكن by two different extravascular routes لنفس المرض، ايه اللي ممكن يحصل؟ مكتوب هنا هيدي identical CSS average نفس الـ average steady state concentration، الاختيار الثاني identical accumulation identical peak time ولا identical steady state peak plasma concentration، انه اختيار منهم صح ولا كام واحد فيهم صح وكام واحد غلط. فهنترجم الكلام ده، فهو بيدي نفس الجرعه same dose same time interval نفس الدرج في نفس البيشنت، ولكن بيديه باثنين routes of administration برضو، والاثنين extravascular، الروت الاولاني والروت التاني. مين في الحاجات اللي هو قايلها هيبقى صح ومين هيبقى غلط؟ الاختيار الاولاني بيقول هحصل على identical average steady state plasma concentration. لو عملت الكلام ده هل هحصل على نفس الافريج بتاع الروت الاولاني وبتاع الروت التاني؟ الافريج بتاع الروت الاولاني فهو بيساوي الاف بتاع الروت الاولاني ضرب الجرعه اللي هي هياها في الروت التاني على الكي ضرب الفي دي، والاتنين زي بعض لانه نفس الدواء، ضرب التايم انترفال وهو ثابت في الحالتين، يبقى ده ثابت ده ثابت ده ثابت ده ثابت، بس كل ده هيتضرب في الاف بتاع الروت الاولاني، والسي اس اس افريج اللي هيديهولك الروت الثاني هيساوي الاف بتاعه نسبه الامتصاص منه ضرب الجرعه نفس الجرعه طبعا نفس الكي نفس الفي دي نفس التايم انترفال. فالاختلاف ما بين السي اس اس افريج هنا والسي اس اس افريج هنا لان كل حاجه ثانيه زي بعض، هو في الاف نسبه الامتصاص، نسبة الامتصاص في الاولاني ونسبة الامتصاص في التاني، مفيش اي اشارة ان هما زي بعض، وبالتالي ممكن يبقوا زي بعض وممكن يبقوا مختلفين، وبناء عليه السي اس اس افريج ده ممكن يبقى زي بعض وممكن يبقى مختلف على حسب الاف بتاع كل روت زي التانية ولا لا. فهو بيقول لي الكلام ده هيؤدي الى identical average steady state plasma concentration، مش شرط يؤدي الى identical سي اس اس افريج في حالة واحدة بس، لو كان الاف واحد بيساوي الاف اتنين، بس لو ما بيساويش بعض هيؤدي ال CSS average الأولانية هتبقى مختلفة عن ال CSS average التاني، يبقى الاختيار الأولاني هيبقى غلط. الاختيار التاني identical accumulation نفس نسبة التراكم، نسبة التراكم في حالة ال multiple IV أخدنا إن هي بتساوي 1/(A)^k في التايم انترفال ده، وفي حالة برضه ال multiple extravascular غالبا هو هو نفس القانون، فهي بتتأثر فقط بالتايم انترفال بتأثر بالـ K. أنا شغال عند نفس الدواء يعني نفس الـ K، شغال بنفس التايم انترفال يعني نفس التايم انترفال نفس التاو، وبالتالي الار من الروت الاولاني هي هي الار من الروت التاني، يبقى السؤال ده اجابته المفروض تبقى صح، وهو عملها فعلا كده، يعني هو قال ان ايدنتيكال اكوموليشن الاختيار ده هيبقى صح. ولكن احنا لو مشينا زي ما هو كان معودنا ان الار في حاله المالتيبل اكسترا فاسكولار مش ده القانون الاصح بتاعها، الار المفروض تكون بتساوي 1/(A)^k في التايم انترفال تاو ضرب 1/(A)^k في التايم انترفال تاو. هو اي نعم الشك ده كله من القانون بيساوي 1 لمعظم المستحضرات، ولكن لو انا شغال على مستحضر سستيند ريليز حيث الكي اي بتاعه صغيره قوي قريبه من الكي
المينيشن ريت كونستنت بتاع الدواء وظهر منها، ساعتها هيبقى ليه تأثير معين عندك. يعني لو مشينا على القانون الكبير ده، هل الار هتبقى ايدنتيكال؟ نفس التاو ونفس الكي لانه نفس الدرج، نفس التاو هنا، بس هل هو تو ديفرنت روتس اوف ادمنستريشن؟ هل هو نفس ثابت سرعه الامتصاص؟ هل الكي اي بتاع الحاله الاولانيه هي الكي اي بتاع الحاله الثانيه؟ ممكن يبقوا مختلفين، يبقى الكي اي واحد ممكن يبقى مختلف عن الكي اي اتنين، وبناء عليه الار ممكن تبقى مختلف حتى لو ثبتت التايم انتر. يعني لو مشينا طبعا النظام بتاعه، لو احد الروتس اوف ادمنستريشن الدوزج فورم اللي فيه سستيند ريليز، ولو كتبنا القانون ده ساعتها الار هتبقى مختلفه. بس هو قال تقريبا ان حتى لما تديهم تو ديفرنت روتس هو يقصد الاثنين برضو ايميديت ريليز دوزج فورم، يعني الكي اي بتاعهم كبيره قوي، فالقانون اللي بيتكتب هو القانون ده، وبالتالي الار هتبقى هي الار من الطريق الاولاني او الطريق الثاني، لان نفس التايم انترفل ونفس الكي. يبقى الاختيار الثاني هنعتبره صحيح. الاختيار الثالث ايدنتيكال بيك تايم. البيك تايم الطريق الاولاني هل هو البيك تايم في الطريق الثاني؟ فاخدنا ان البيك تايم اللي هو تي ماكس فهو بيساوي لن الكي اي على الكي، وفي المقام الكي اي ناقص الكي، فهو بيتاثر بالكي اي ثابت سرعه الامتصاص بتاع الدواء من الطريق ده ومن الدوزج فورم والفورميوليشن اللي معايا، وبيتاثر بالكي اللي هي اليمينيشن ريت كونستنت بتاع نوع الدواء اللي معايا او الدواء اللي معايا في المريض اللي معايا، فهو بيتاثر بالاثنين. انا شغال على نفس الدواء يعني نفس الكي، نفس الكي، بس بشغال باثنين روتس اوف ادمنستريشن، يبقى الكي دهيت بتاع الطريق ده مختلف عن الكي اي بتاع الطريق ده. فالتي ماكس قد تكون زي بعض بس مش شرط تبقى زي بعض، يبقى التي ماكس هنا مختلف عن التي ماكس هنا، يبقى كونه يقول لي ايدنتيكال بيك تايم فالاختيار الثالث ده غلط. مش شرط يبقى ايدنتيكال، برضه هو ايدنتيكال في حاله ان الكي اي واحد بيساوي الكي اي اتنين، ثابت السرعه بتاع الامتصاص هنا هي ثابت السرعه بتاع الامتصاص هناك، بس مش شرط يكونوا زي بعض، وبالتالي مش شرط يبقى البيك تايم زي بعض. الاختيار الرابع ايدنتيكال ستيدي ستيت بيك بلازما كونسنتريشن، هل هيؤدي لنفس السي ماكس؟ قانون السي ماكس بيساوي الاف ضرب الدوز ضرب الكي اي على الفوليوم اوف ديستريبيوشن في الكي اي ناقص الكي، كل ده ضرب اليو سالب الكي اي في الزمن اللي هو اسمه تي ماكس ناقص اليو سالب الكي اي في التي ماكس برضه. فهو واضح ان هو بيعتمد على حاجات كتيره جدا، الجرعه زي بعض والفي دي لنفس الدواء زي بعض والكي زي بعض والكي دي زي بعض، لكن انا بدي اتنين روتس اوف ادمنستريشن فالاف دي ممكن تبقى مختلفه والكي اي ممكن تبقى مختلفه، نفس الكلام الكي هنا، وقلنا برضو تي ماكس ممكن يبقى مختلفه، وبناء عليه السي ماكس بتاع الروت الاولاني ممكن يبقى مختلف عن السي ماكس بتاع الروت الثاني، لانه بيعتمد على عوامل كتيره قوي، وبالتالي ايدنتيكال ستيدي ستيت بيك كونسنتريشن السؤال ده برضو هيبقى غلط. فغالبا الاختيار الوحيد الصح هو الاختيار اتنين، يعني الاجابه هي السؤال دي، لكن حتى اختيار اتنين ممكن يبقى فيه كلام زي ما واضح. يبقى لما تدي باتنين روتس اتنين اكسترا فاسكولار روت فالاف قد تكون مختلفه عن نسبه الامتصاص، والكي اي اللي هي بتديك دلاله على سرعه الامتصاص قد تكون مختلفه، وبناء عليها التي ماكس برضو قد تكون مختلفه، وكذلك السي ماكس. السؤال السادس برازوسين is an anti-hypertensive agent. its therapeutic range ما بين 1 و7 نانو جرام لكل ملي لتر. السيستميك كليرانس بتاعه هتلاقي ان هو بيساوي الرقم اللي اتذكر اولاني ده 143 من 1000 لتر لكل كيلو لكل اور، وحدته حجم على زمن، بس هنا هيدي بدلاله وزن الجسم برضو فحط الكيلو جرام معانا كمان. والابسوليوت باي اوفربيليتي بتاعه نسبه الامتصاص من المستحضر اللي هو بيستعمله بتساوي 57%، يبقى في اقراص ميني بريس نسبه الامتصاص 57%. If it is desired to attain the average steady state brazosin plasma concentration of 5 نانو جرام لكل ملي لتر، لو هو عاوز يحصل على سي اس اس افريج بيساوي 5 في مريض وزنه 75 كيلو جرام، determine the brazosin dose to be administered orally، تتاخد عن طريق الفم once daily. once daily يعني مره في اليوم، يعني التايم انترفال بيساوي 24 ساعه، لان لاحظت هنا ان هو الكليرانس جايبه بوحده الاور والسالب، فانا هخلي التايم انترفال ب 24 ساعه مش بواحد داي. وتلاحظ كمان في الاختيارات ان هو عاوز بيسال عن الجرعه، والجرعه كلها جايه بدلاله وزن المريض، يعني وزن المريض اللي هو 75 كيلو جرام ده انا هحاول ما استعملوش، وهسيب الكليرانس بوحده لتر لكل كيلو لكل اور عشان يطلع معايا الارقام دهيت، مش لازم بضرب في 75 لان هقسم تاني على 75 عشان يطلع معايا حاجات المقام بتاعها كيلو جرام، جرعات المقام بتاعها كيلو. فالمعلومات معايا ان الكليرانس بيساوي 143 من 1000 لتر لكل كيلو جرام لكل اور،
وان الابسوليوت بايوفابيليتي بتساوي 57%، وان السي اس اس افريج اللي هو عاوز يحصل عليه بيساوي 5 نانو جرام لكل ملي لتر، وان التايم انترفال هيدي الدواء كل 24 ساعه. هو بيسال عن الجرعه اللي هيديها كل 24 ساعه اللي هي يعني المينتيننس دوز. فمن قانون السي اس اس افريج بيساوي اف نسبه الامتصاص ضرب الجرعه. المفروض اضرب كمان هنا في السولت فاكتور لو كان الدواء موجود على هيئه سولت وانت بتستعمل الجرعه اللي هي موجوده على هيئه سولت. عشان تحسب تركيز الدواء الفري لازم تضرب كتله الدواء الموجود على هيئه سولت في السولت فاكتور عشان يطلع معاك الكتله اللي هتدخل الجسم من الماده الفري عشان تحصل على تركيزات الفري برضه. يعني المفروض كان يبقى موجود هنا السولت فاكتور في المقام الكي ضرب الفي دي ضرب التايم انترفال ده. بس هو ما فيش اي ذكر ان هو الدواء موجود على هيئه سولت ولا حاجه، يعني السولت فاكتور بواحد. الجرعه ديت هي جرعه الدواء الفري اصليه. انت عاوز الدوز دهيت فهتخليها في خانه لوحدها اللي هي المينتيننس دوز يعني. فهنقول المينتيننس دوز او الدوز يعني اللي انت عاوزها فهي بتساوي الكي في الفي دي ديت. هو مش جايب لك الكي ولا جايب لك الفي دي، بس حاصل ضربهم جايبه لك اللي هو الكليرنس، يعني ممكن اشيلهم واحط كلير. فهو يساوي السي اس اس افريج ضرب الكليرنس ضرب التايم انترفال، وفي المقام هتلاقي فيه نسبه الامتصاص. لو عوضنا بالارقام يبقى الدوز او المينتيننس دوز بتساوي السي اس اس افريج اللي هي 5 ضرب الكليرنس اللي هو 143 من 1000 ضرب التايم انترفال ب 24 على الاف اللي هي ب 57%. قبل ما نقسم نركز في الوحدات. الخمسه ديت وحدتها نانو جرام لكل ملي لتر، وال 143 من 1000 ديت وحدتها لتر لكل كيلو جرام لكل اور، وال 24 ديت وحدتها اور، وال 57% ليس لها واحد. فالاور ديت تطير مع الاور ده. واضح ان هنا في لتر وهنا في ملي لتر، فانا عاوزهم يطيروا مع بعض. فنانو جرام لكل ملي لتر هغير البسط والمقام بنفس الدرجه، كاني بضرب 1000 فوق 1000 تحت. هي برضو 5 مايكرو جرام لكل لتر. دلوقتي اللتر ده في المقام هيطير مع اللتر بتاع الكليرنس اللي في البسط. لما اضرب الارقام الوحده المتبقيه هي مايكرو جرام في البسط وكيلو جرام في المقام. مايكرو جرام لكل كيلو جرام. اضرب بقى الارقام في بعض هيطلع الناتج ب 30.1 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. هنروح نشوفه هل هو موجود في الاختيارات. هو بيقول لي 2250 مايكرو جرام لكل كيلو، غلط. 30.1 مايكرو جرام لكل كيلو جرام، يبقى دي هي الاجابه الصحيحه. 3 مايكرو جرام لكل كيلو، 30 نانو جرام لكل كيلو، غلط. فالاختيار الصح هو الاختيار بي. السؤال السابع. One of the striking differences، اهم الاختلافات between the administration بتاع درج as a single intravenous infusion، تقريبا على هيئه محلول، يعني يقصد محلول continuous، محلول واحد بس تفضل معلقه على طول، and as an intravenous bolus multiple dosing وتديه على هيئه مالتيبل اي في. از ذات الفرق ما بينهم ان الاولاني الفورمر اللي هو كونتينوس اي في انفيوجن بيصل للترو ستيدي ستيت لوضع الثبات الحقيقي عند التايم انفينيتي. صح، انت بتصل للترو ستيدي ستيت عند التايم انفينيتي، تفضل معلق المحلول بقى لما لا نهايه. هوايل بينما الثاني الاخير اللي هو المالتيبل اي في البيك ستيدي ستيت كونسنتريشن بتاعه اللي هو السي اس اس ماكس از اتيند ات تايم زيرو، بيحصل عند زمن صفر. هو قال ان الاجابه بتاع السؤال ده ترو، ولكن هو اكيد باجابه ترو ده يقصد ان الشق الثاني اللي هو البيك ستيدي ستيت كونسنتريشن بتاع المالتيبل اي في بولس بيحصل عند زمن صفر، فالجمله دي صح. اكيد يقصد بزمن صفر ده هو زمن صفر بعد الحقنه السابعه والثامنه والتاسعه، والحقنه رقم ما لا نهايه برضه، يعني بعد كذا حقنه نظريا عند الحقنة ما لا نهاية هتوصل لوضع الثبات، هتصل للبيك ستيدي ستيت كونسنتريشن بقى أول ما تحقن الحقنة على طول، بس بعد كذا حقنة طبعا. ما يقصدش طبعا عند زمن صفر بعد الحقنة الأولى، إلا لو هو مدي لودنج دوز وهو ما اداش أي إشارة إن هو أعطى لودنج دوز. هو بيدي جرعة مالتيبل أي في بولس، يعني غالبا مينتيننس بس، بيكرر نفس الجرعة كل فترة معينة، بيصل للسي اس اس ماكس عند زمن زيرو بعد الحقنة رقم 200 عمليا، يعني بعد الحقنة 5 6 7 8، لكن نظريا بعد مش هيوصل لها ابدا، بعد الحقنة ما لا نهاية رقمها ما لا نهاية برضه، لكن عند زمن زيرو بعد الحقنة البعيدة دي، مش عند زمن زيرو بعد الحقنة الأولى إلا اللي هو مدي لودنج دوز. هو افترض كده، هو افترض بس إن هو بعد كذا حقنة عند زمن زيرو برضه، فقال إن الإجابة صح. لكن لو يوصل زمن زيرو بعد الحقنة الأولى فالإجابة المفروض تبقى غلط، بس هو الاختيار اللي قاله هو ترو. السؤال الثامن. بوركينامايد إز أن أنتي أريثميك،
اس ثيرابيوتيك رينج والاليمينيشن هاف لايف بتاعه والفي دي ريبورت. الثيرابيوتيك رينج من 4 ل 8، الاليمينيشن هاف لايف التي هاف بتاعه بتساوي 2.7 اور، والابيرنت فوليوم اوف ديستريبيوشن الفي دي بيساوي 2 لتر لكل كيلو، جايبه برضو بوحده لتر لكل كيلو جرام من وزن المريض. لو 9.196 ملي جرام لكل كيلو جرعه، يبقى دي جرعه من البروكيناميد هيدروكلورايد السولت فاكتور بتاعه ب 87% اتاخدت انترافينوسلي مالتيبل اي في كل 4 ساعات، كل 4 ساعات بيدي الجرعه دهيت بس من البروكيناميد اتش سي ال. ديتيرمن الستيدي ستيت بيك بلازما بروكيناميد كونسنتريشن، بيسال على السي اس اس ماكس. فقانون السي اس اس ماكس اقصى تركيز في وضع الثبات من مين؟ تركيزات يعني اقصد بروكيناميد الفري لوحده، فهو بيساوي المفروض هنا اقول السي زيرو تركيز عند زمن صفر، بس ما بنقولش السي زيرو ونخليها الدوز على الفي دي. الدوز الجرعة بتاع مين؟ بتاع البروكيناميد الفري. لازم تحط هنا الجرعة الفري عشان الناتج يطلع معاك التركيز الفري. لو انت بتحط الجرعة وخلاص الموجودة في الصيدلية، يبقى لازم دايما جنب اي جرعة تضربها في السولت فاكتور، كذلك تضربها في الابسوليوت باي افيلابيلتي، ولكن انت هنا شغال اي في، فالاف ابسوليوت باي افيلابيلتي بواحد متكتبش ابدا، بس ضرب السولت فاكتور او السولت فاليو عشان تحول الجرعه اللي موجوده في الصيدليه على هيئه سولت. لما تضرب في السولت فاليو تتحول لجرعه او كميه هتدخل الدم وهتدخل الجسم من الفري بروكيناميد. لما تحط في القانون يطلع معاك تركيزات للفري بروكيناميد، وده اللي انا عاوزه، تركيزات يبقى الدواء الفري. ده قانون السي اس اس ماكس في المقام في 1 ناقص الاي والسالب الكي في التايم انترفال. يبقى زودت في القانون بس ان انا الجرعه اللي هو جايبها ديت المفروض برضو اكون ضاربها في السولت فاكتور. عوض بقى بالارقام، الجرعه اللي هو جايبها هي 9.196 ضرب السولت فاكتور اللي هو جايبه ب 87% على الفوليوم اوف ديستريبيوشن 2، 1 ناقص الاي وسالب الكي، هو مش جايب الكي ولكن جايب التي هاف، يبقى 693 على التي هاف اللي هي ب 2.7 اور. ضرب التايم انترفال هيدي الحقنه كل قد ايه؟ 4 ساعات. مش هضرب الا لما اركز في الوحدات لان انا كتبت الارقام على طول. 9.196 دي وحدتها ملي جرام لكل كيلو جرام، والاثنين اللي هو الفوليوم ديستريبيوشن ده وحدته لتر لكل كيلو جرام، فواضح ان الكيلو جرام ده هيطير مع الكيلو جرام ده. السولت فاكتور ليس الهواء. وفي الاس بتاع الاي ال 2.7 دي وحدتها اور، او الكي كلها وحدتها واحد على اور يعني، والاربعه دي برضو وحدتها اور، ف تمام ممتاز عادي لانهم هيطيروا مع بعض. دلوقتي بقى اقدر اضرب الارقام، والوحده الناتجه المقام كله ليس له وحده، هتبقى وحده ملي جرام في البسط ولتر في المقام. ملي جرام على لتر هي هياها نفس الرقم مايكرو جرام على ملي لتر، بغير البسط والمقام بنفس الدرجه بقسمهم على ده. لو عملت بالحسبه هتلاحظ ان الناتج طلع بيساوي 6.2 او 23% تقريبا، ووحدتها ملي جرام على لتر او مايكرو جرام على ملي لتر. فهنلاقي في الاختيارات في 7 مايكرو جرام على ملي لتر، في 5، وفي 6.233 اللي هو الاختيار الصحيح فعلا.